راه الحماق هذا كنقول مره صغير، راه الحماق هذا اللي عنده وليد الراقي عنده حشد الهمم وزرع الروح الوطنيه. مساله ممكنه بالنسبه لشعبنا. متتبعي موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع استاذ نبيل بن عبد الله امين العام لحزب التقدم والاشتراكيه. هذا لقاء خاص بالمونديال وبالنتائج الباهرة اللي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم، وباعتباركم الأمين العام الوحيد اللي حضر جميع مباريات المنتخب المغربي في قطر، بغينا نناقشوا معكم تقربونا للصورة اللي عشتوها والأجواء اللي عشتوها في هذه التجربة غير المسبوقة. كيفاش عشتوا سي نبيل الأجواء ديال النتائج اللي عاشها اللي حققها المنتخب المغربي في مونديال قطر؟ عرس حقيقي بكل معنى الكلمة. أولا من خلال التنظيم الهائل لهذا الكأس ولكل ما يحيط به، نقلا تنظيما دخولا إلى الملاعب خروجا منها، جمهورا احتفاليا، الاحتفالات الموازية والأماكن المخصصة إلى ذلك، مبيتا، يعني كل الظروف كانت حقيقة مهيئة، ويتعين الثناء حقيقة على قطر على المجهودات التي بذلت واللي كتبت كل الانتقادات في غير محلها التي وجهت. أقول في غير محلها ليس لأن كل هذه الانتقادات غير موجودة أو أنها غير مصيبة، لكن لأنه البلدان التي كانت وراء ذلك وهي بلدان غربية أساسا، لماذا تطرحون هذه الانتقادات أيام معدودة فقط قبل المونديال؟ لماذا استفدتم لمدة سنوات من العلاقات مع قطر وفي آخر لحظة كيجيوا بهذه الطريقة وكيقدموا هذه الانتقادات اللي تفندت على أرض الواقع؟ الجواب كان في الميدان، حضور كبير للجماهير في جميع المباريات، حضور يعني كانوا كيقولوا ما غيتبع حد المباريات، جميع المباريات، وحضرت العدد منها ماشي فقط ديال المغرب، كانت كلها الملاعب مملوءه عن اخرها. التنظيم ديالها كان رائع، النقل الى الملاعب كان سلس وسهل، والدخول إلى الملاعب الخروج منها كان منظم بشكل كبير، الظروف الأمنية كانت هائلة، الأجواء الاحتفالية كانت هائلة، كذلك الحرية اللي تكلموا عليها بقوة بالنسبة للجميع، رجال نساء، يعني اللي بغى يخرج يخرج، اللي بغى يدخل يدخل، يعني الأمور كانت هائلة على جميع المستويات. وفي وسط هذا الشيء بالطبع كان حضور لافت، قبل أن أتكلم عن النتائج، للجمهور المغربي. المغاربة اللي هم مقيمين بقطر وعددهم كبير وكلهم احتفلوا ورحبوا بخوتهم بخواتاتهم اللي جايين من المغرب، لكن كذلك الأعداد الهائلة ديال المواطنات والمواطنين من مستويات اجتماعية مختلفة اللي التحقوا واللي حقيقة عاشوا أجواء احتفالية قبل المباريات. وبالطبع ارتفعت درجة الاحتفال بقدر ما كان المغرب كيحقق نتائج، تعادل في المباراة الأولى، الفوز على بلجيكا في المباراة الثانية، وكانت فرحة عارمة مثل ما كانت في المغرب، كانت فرحة عارمة كذلك بالدوحة بمختلف أحياء الدوحة، ثم التأهل والمرتبة الأولى، وناهيك على الملاعب والحضور ديال الجمهور المغربي اللي من دون شك انه كان في المرتبه الاولى او الثانيه الى جانب الجمهور ديال الارجنتين، بمعنى انه العدد اللي كان ديال الجمهور المغربي كان يفوق بكثير جميع الدول الاخرى، وكان يضاهيه فقط او يسبقه ربما بعض الشيء الجمهور ديال الارجنتين. نعم، شو اللي خلى التعاطف العربي وحتى من دول اخرى يعني في خارج اوروبا في امريكا واسيا مع المنتخب المغربي؟ من دون شك النتائج، لكن كذلك الأداء، يعني المغرب
قدم عرضا كرويا بكل المقاييس متميز. كان بكل تواضع كان فهم شي شويه في كره القدم لان لعبتها لمدتي في طفولتي كامله في الرباط والحي الاداري مع اصدقائي، وتتبعت عدد من المباريات، كنت شغوف بالحضور في الملعب خاصة لتتبع فريق الفتح الرباطي لأن فتحي من زمان، ويعني هذا الأمر هذا موجود عندي من مدة طويلة. فبالتالي المغرب حقيقة أبهر العالم، أبهر العالم بخطته، بتماسكه، بالقوة، وبحال اللي كنقولوا بالدارجة، يعني كل لاعب من الفريق الوطني خلى الريه ديالو في الملعب في كل المباريات، وهذا الشيء شافوه شعوب العالم وتعاطفت معه. بالطبع الجماهير الغفيره من المغرب، لكن تعاطفت معه كذلك كل الجماهير الاخرى الموجوده بقطر، والملايين مئات الملايين الملايير اللي كانوا كيشاهدوا المباريات عبر 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 الشاسة، لان شافوا بان هناك اداء كروي وهناك قتاليه بالمفهوم الايجابي للكلمه من اجل، يعني بحال اللي كيقولوا الفرنسيين موي المايو، يعني الناس حاملين هذاك القميص الوطني وباغيين يبليوا البلاء الحسن، وهذا الشيء شفناه في جميع المباريات. وقلنا هادو تاهلوا جو الاولين، فازوا على داروا ماتش نيل مع كرواسيا، فازوا على بلجيكا، فازوا على الكندا، ايوا تبارك الله وصل النبي. من بعد كتجي كتواجه اسبانيا من اكبر الدول الكرويه وكتفوز على على على, على اسبانيا في مباراه مشوقه جدا لان انتهت بركله الجزاء. ومن بعد كتجي امام البرتغال، والجميع كيقولوا البرتغال من احسن الفرق اللي كاينه، وربما من الفرق التي كان يعتبر البعض بان يمكن هي اللي غتفوز بالكاس، وكنفوزوا عليهم وكنعاود ناديو يعني مباراه هائله، والجميع كيعرف الظروف اللي دازت. الحضور ديال الامهات وطريقه الاحتفاليه ديال اللاعبين المغاربه بعد الفوز وحضور الامهات، يعني كان عنده واحد الوقع، وعلم ديال فلسطين الى جانب العالم المغربي كان عنده واحد الوقع. كيفاش عشتوا الاجواء في هذا المستوى؟ قبل ذلك ما كانش غير الامهات. اولا الجمهور المغربي كان يتميز، وهذا عنصر يعني ايجابي جدا، كان يتميز بانه نساء ورجال، شبان وشابات، اطفال كثر جاوا مع باباتهم وامهاتهم، او فقط مع امهاتهم على حساب الامكانيات الماديه اللي، او العكس مع باباتهم. هذه مساله اساسيه. الامهات اللي حقيقة شفناهم خاصة ديال هذا تميز كان عند الفريق الوطني المغربي، الأمهات ديال الأبطال ديالنا ديال أسود الأطلس اللي حقيقة جاوا التحقوا تدريجيا، الأم ديال حكيمي، الأم ديال بوفال، من بعد جاوا الأمهات الأخريات كلهم التحقوا. هذا تميز كان هائل لأن كان فيه واحد شعنة عاطفية هائلة، وتعاطف مع ذلك العالم بأجمعه. هذه الفكرة كانت مدروسة من الجامعة؟ لا ما عرفت، ما عرفتش، ولكن كيظهر لي أنه تركبت، يعني ربما ما كانتش فكرة موجودة من قبل، ولكن لما شافوا كيف أنه كان هناك تعاطف مع القبلة ديال حكيمي للراس ديال 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 الوالدة ديالو، ثم الرقصة ديال بوفال مع الأم ديالو، ربما اعتبروا بأنما هذا الشيء كيخصو يؤدي إلى أننا نقولوا للأمهات الأخريات أنهم يلتحقوا. مزيان، التفاتة هائلة، وتوجت بهذه الالتفاتة الملكية السامية اللي جعلت أن الاستقبال لم يتم فقط للأبطال ولأسود الأطلس، لكن كذلك لأمهاتهم، وهذه فيها إشارة هائلة بالنسبة للمرأة المغربية وللدور ديالها في التنشئة وفي التربية. ثم من هذا المنطلق كان جمهورا حاضرا قويا سعيدا،
يعني الصوت ديالو مدوي في 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 الملعب تقريبا ما كيسكتش. انا قلت لك بكل موضوعيه ربما الارجنتين الجمهور ديال الارجنتين فقط اللي كان في في نفس المستوى وفي بعض المباريات ربما اكثر. يعني حقيقه والتحق تدريجيا بالجمهور المغربي مثل ما التحق على الصعيد العالمي في الملاعب، التحق بالجمهور المغربي كل الجمهور القطري، كل الجماهير العربيه الموجوده اللي كانت كتتبع المباريات، لكن كذلك كل الجماهير الافريقيه، كل الجماهير ديال عدد من الدول الاسيويه وحتى الاوروبيه، كل الجماهير ديال الدول ديال امريكا اللاتينيه وغيرها، بمعنى ان الجميع اصبح يتعاطف مع هذا الفريق اللي كنقولوا دار معجزه جا الاول في الدور الاول، ربح اسبانيا مزيان، ولكن تدريجيا بداو يقولوا هذا راه المعقول، هذا الشيء هذا راه فريق بكل معنى الكلمه، ما يمكنش يفوز على بلجيكا ويفوز على كندا ثم يفوز على اسبانيا ثم يفوز على البرتغال، وفي النهايه الاداء الهائل اللي كان عند الفريق الوطني مع فرنسا. ونقول لكم تقديري لو تمكن الفريق بغض النظر على اخطاء التحكيم اللي كانت موجوده بكل وضوح، لو لم يكن الحظ ماشي معنا وما تلقيناش ديك الاصابه في الخمسه دقائق الاولى من المباراه، كانت المسار ديال المباراه يكون مسار اخر، ربما يكون مسار هو نفسه اللي عرفناه مع اسبانيا ولا مع البرتغال، بحيث ان المغرب كتزيد ترتفع الثقه ديالو والقدرات ديالو بقدر ما يصمد. بقدر ما يصمد. ومع ذلك راكم لاحظتوا بانه والفرنسيين براسهم كيعترفوا بذلك، قالوا بانما نجينا من المباراه مع المغرب باعجوبه، بمعنى انه رغم 2-0 ولكن في الواقع المغرب سيطر على المباراه. التملك في الكره وفي الملعب كان بنسبه تصل الى 61-62% بالنسبه للمغرب، بمعنى المغرب الذي كان مسيطرا خاصه في الشوط الثاني اللي الفريق الفرنسي رجع للدفاع وبقى فقط يرى هكذا المغاربه يسيطرون على المباراه. يمكن لي نقول لكم بانه وكذلك المباراه ديال الترتيب اللي المغرب كان يمكن له يخرج منها منتصر، لكن يعني من بعد هذا الاداء بهذه الطريقه وبهذه القوه كان عامل الاصابات عامل الاصابات نال من قدرات الفريق الوطني. لما كتفقد العمود الفقري ديالك ديال الدفاع، لا الجوج الاساسيين والجوج اللي كيعوضوهم حتى هما كيتصابوا، والظهير الايسر ديالك اللي هو مزراوي كذلك كيتصاب، وان كان عطي الله كان عنده اداء هائل، الاناحي يعني اللي الجميع الان يتكلم عن اناحي، عن امرابط، عن حكيمي بالاساس، عن سايس بالطبع على الاخرين، زياش والنصيري وبوفال، ويعني ولكن اسماء بارزه اليوم، اصبحت اسماء بارزه على الصعيد العالمي. وما ننساوش الاشاده بالدور الذي كان لوليد الركراكي، لان نفس الفريق كان موجود 4 شهور 5 شهور من قبل، نفسه بنفس العناصر، روح جديده، يعني اعطاه روح جماعيه، اعطاه روح قتاليه، اعطاه تشبث بالقميص، اعطاه يعني التلاحم فيما بينهم، اعطاه انه عوض انهم يكونوا داخلين مقلقين ما عجبهمش الحال كما كان الحال من قبل، وغيلعبوا، ولكن اعطاهم انهم يلعبوا متماسكين، متلاحمين، قتاليين. لاحظناها، شفناها حتى في ردود الفعل فيما بينهم، ما كانت شي اشاره ديال نرفزه من قبل واحد ازاء الاخر، اللي فقد الكره يعاود يرجع، كلهم كيجريوا، كلهم طيله المباراه حقيقه. هاد القدرة اللي كانت عند وليد الركراكي، أنا كان لي واحد الحظ، ما نقولش كيفاش من الأحسن، ولكن حضرت الجلسة ديال التدريب ليلة نصف النهائي، ما كان حد في الملعب، فقط أنا والزوجة ديالي، وحضرنا للحظة اللي كان فيها وليد الركراكي
يتفاعلوا مع الفريق في نصف الملعب من خلال كيف يواجه المغرب الحملات الفرنسية. وحقيقة كتحس بأن بحال اللي كيقول بالكرة عنده اللي عنده عنده وليد الراقي عنده، لأن عنده قدرة أنه يتكلم معهم ويتكلم معهم باللغة اللي كيفهموها كاملين، بمعنى اللي كيفهم الإنجليزية كيتكلم معها بالإنجليزية، واللي كيفهم الفرنسية كيتكلم معها بالفرنسية، واللي كيفهم العربية كيتكلم معها بالعربية، وكيفاش أنه كي يعني كيحترموه وكيقدروه وكيتفاعلوا معه. هذا الروح هذه أساسية وعطات فعلا هذا الفريق اللي برز كل هذه الطاقات الهائلة، وهي اللي عطات هذه القوة الجماعية اللي كنتمنوا أنها تستمر. طيب هناك كانت هناك بعض التهجمات في الإعلام الغربي على الفريق الوطني، خاصة الاحتفال بالراية فلسطين، رفع الأصبع. نسيت هذا الجانب هذا، نسيت هذا الجانب لأن أنا كنت من هذا. أنا بنفسي مشيت المباريات كثيرة بالكيفية الفلسطينية، وحضرت فيها والزوجة ديالي كذلك. ويمكن لي نقول لك بأنما كان تعاطف مش فقط في المباريات ديال المغرب، كانت الراية الفلسطينية موجودة في كثير من المباريات الأخرى، بمعنى أنه كان تعبير من قبل عدد من الجماهير عربية بداية، لكن كذلك بعض الدول الأخرى، مع القضية الفلسطينية. يعني كثير أجزاء كبيرة أو أطراف كبيرة من الجمهور والجماهير بمختلف الجنسيات كما قلت أساسا من العربية، يعني جعلت من هذه التظاهرة فرصة للتعبير عن التعلق بقضية فلسطين من خلال هذه الشارة أو الراية أو الكفية أو أي تعبير آخر، ومنها التعبير ديال اللي كان في الملعب بالخصوص من قبل يميق لما خدا ديك الراية، وكنت بالقريب جدا على مستوى الجمهور المشهد. هذه اللحظة كانت لحظة قوية وكبيرة جدا. لما كتقول انتقادات وردت من أين، نقول لك بكل صدق، من أين كان عليها لا تكون، بمعنى هذا شغلنا وأمرنا وأمر شعبنا وأمر حر، والحرية ما تقول ما تدير ما دابا اللي كيدافع على الحرية ما فهمتش واش الحرية بمقاييس مختلفة، بمعنى الحرية التي تناسب بعض الأطراف والحرية الأخرى أن شي حد يكون عنده تعاطف مع القضية الفلسطينية ما عندوش الحق يعبر عليه، يعني وما عبرش عليه لا بعنف ولا بشي يعني طريقة ديال التعبير اللي هي خارجة على اللياقة، عبر عليه بحمل الراية وبحمل هذا الرمز الذي يشكله بالنسبة إلينا، تشكله بالنسبة إلينا القضية الفلسطينية. وبالتالي حقيقة كانت مسألة حاضرة بقوة، يعني في حدود، يعني ما تحولتش المباريات ديال كرة القدم إلى تظاهرات، ولكن في واحد الحدود كان تعبير رمزي هائل تعاطفا مع الشعب الفلسطيني. وما ننساوش كذلك كيف أن الشعب الفلسطيني داخل الأراضي يعني تفاعل مع مثل ما تفاعلت جميع الدول العربية والشعوب العربية الأخرى اللي كانت متبعة المباريات ديال المغرب وكأنها جماهير مغربية. بالنسبة اللي كان هناك احتفاء خاص بالمغرب داخل قطر، يعني الرايات الأعلام المغربية في مختلف كلما كنا كنخرجوا بعد بداية قبل من المباريات، الجمهور المغربي بعدا كان حاضر بقوة في سوق الوقف اللي هو السوق القديم ديالهم اللي كيلتقي فيه الجميع في الأماكن، في الفانزان، الأماكن المخصصة للتفرج في الشاشة الكبيرة أو في الشوارع المختلفة تحضيرا للمقابلة. أما بعد المقابلات فالطبع الاحتفالي كان يرتفع تدريجيا كما قلت لك، وبالطبع كان المغاربة بالغيطة بالطريجة بالأناشيد الوطنية بالنشيد الوطني بالأغاني المغربية الأخرى الشعبية وغيرها، يعني بجميع الأساليب، وتلتحق بهذه الجماهير في كل هذه الساحات، كل الجماهير العربية الأخرى لكن كذلك عدد من الجنسيات الأخرى التي كانت تحتفل مع المغرب. أكثر من ذلك كانت واحد الظاهرة هو أنه كثير من الأبراج اللي موجودة في الضحى
لما كنرجعوا من الملعب كنلقاوها بانها تلونت بالالوان المغربيه وبالرايه وبالعالم المغربي او بوجوه لاعبي المنتخب الوطني، وكيستمر هذا الامر طيله الليله هكذا تدريجيا، وبالتالي بقدر ما كان يفوز المغرب هذا الامر كان يتكرر باستمرار. النشيد الوطني تحول ايضا الى ظاهره والى مركز اهتمام وسائل اعلام دوليه وجماهير دول اخرى، كيف تابعت هذا الامر؟ النشيد الوطني ربما احنا طريقة أدائه من طرف الجماهير تماما داخل. هو النشيد الوطني احنا بالنسبة لنا يعني كيجري في 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 دمنا، وبالتالي ما منتبهلوش. لكن هو نشيد وطني جميل ونهايته هائلة حماسية، وبالتالي تدريجيا بدأت كتعاطف معاه طبعا الجماهير العربية لأنك تفهم الكلمات ديالو، وكذلك حتى الجنسيات الاخرى، لان كانت كتتبع انه نشيد محمس يعني، والوتيره ديالو تتصاعد تدريجيا، وبالتالي كان الجميع ينشده. وفي الملعب يمكن نقول لك بانه كنقول لك بكل بساطه، اللي ما دمعش وما بكاش صعيب انك تقول مغربي. وكنقولها لك الان وانا متاثر، لان ما كنفكر في ديك اللحظات، عندي الفيديو ديال ديك اللحظات كاملين. حقيقه ملعب بكامله ينشد النشيد الوطني بهذا الحماس وبهذه القوه. حقيقه كنتصور اللعبه اللي في الملعب يعني شحنه هائله بالنسبه اليهم فعلا. بالنسبه للتنظيم، تجربه التنظيم في دوله قطر، دوله صغيره، مكنت الجماهير من حضور عدد من المباريات في يمكن في يوم واحد، هذه سابقه يعني. كيفاش هذه سابقه عمرها ما غتكرر، يمكنش تكرر في اي بلد. لانه شوف نعاود نقول لك بكل صدق، اولا الشعب القطري تعاطف معنا بشكل كبير، والنظام القطري كذلك، والحضور ديال الامير شخصيا والامير الاب والأسرة بكاملها والراية المغربية معهم، هذا الشيء كله كان دليل على أنه حقيقة يعني احتفلوا بنا، ولكن احتفلوا كذلك بجميع الحاضرين وبدلوا إمكانيات هائلة من أجل ذلك. يعني حقيقة شرفوا قطر، لكن كذلك شرفوا العرب وشرفوا المسلمين بهذه الطريقة. أنا معروف توجهي السياسي، بالتالي ماشي وقته هذا باش نقدم انتقادات حول طبيعة النظام السياسي الموجود أو غير ذلك، لكن الأداء كان أداء رائعا بجميع المقاييس. وفروا الظروف بواحد الشكل هائل ملاعبهم. بصراحة دخلت الملاعب عبر العالم من أحسن الملاعب، تنظيم داخل الملاعب ما نتكلمش على الأرضية، على تنظيم الدخول، الأمن، السلاسة ديال هذا الأمر هذا. ثم كيمكن لك، أنا عملت أنا عدة أيام شفت جوج ديال المباريات في نفس اليوم. في نفس اليوم، بمعنى كان يمكن لي، لو كانت بالطبع ربما خصك وسيلة ديال النقل سريعة أكثر من السيارة، ما عندي شيء، وبالتالي ما كانش يمكن ندير هذا الشيء هذا. ولكن يعني هذا الامر ما غتوجدوش غدا في اي دوله. كاس العالم المقبله يعني كتصور بانه لو تكلمنا مثلا عن الدار البيضاء، ان عندك ملعب في عين السبع، وعندك ملعب في بوسكوره، وعندك ملعب في تيت من الليل، وعندك ملعب في الحي الحسني، وعندك ملعب في ضرب وعزه، وعندك يعني كيمكن لك تنقل من هذه الاماكن كامله بدون اي مشكل، بسرعه، خاصه المترو موجود، الترامواي موجود، النقل عبر الباص موجود، السيارات الطاكسيات موجوده، والنقل مجاني بالنسبه للجميع بالكارت هاي اللي كانت. فبالتالي بذلوا مجهود هائل. هذا الامر الى قارنتيه غدا مع من دابا 4 سنين مع كاس العالم اللي غتكون في امريكا، لما تكون عندك مباراه في فانكوفر ومباراه في مكسيكو ومباراه ثالثه في نيويورك، كي غدير لك كي؟ وهاد الناس اللي كانوا كينتقدوا الكلفه ديال هذا الشيء، التأثير الحراري ديال هذا الشيء، احنا كننتظرهم واش غيديروا هذه الانتقادات. نعم. بالنسبه لامريكا، لما الناس غتولي كتنقل بالطيارات. نعم.
باش تنقل من ملعب لملعب وباش كننتظرهم باش يديروا لنا الملاحظات على الجمهور، واش الملاعب غتكون غاصه بالجماهير مثل ما كانت الملاعب غاصه بالجماهير في 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 في, في قطر. كننتظرهم حول هذه المواضيع، ننتقدوا قطر على الامور المرتبطه بالحضور النسائي وبالخرجات وبالحريه وبكذا. تحد معنا ما سمعتش ولو امراه مغربيه او غير مغربيه شكات من انها عكس ذلك الامن المطلق، الناس تخرج ثلاثه د الليل سبعه د الصباح، خرج وقتاش ما بغيتي، دخل وقتاش ما بغيتي، امراه لي وحديها الامن. انا يمكن لي نحكي بان في مكتب ديال الصرف طاح لي من جيبي واحد المبلغ مالي ماشي بزاف بالريال القطري، طاح لي من جيبي وكان معايا شي حد هو اللي، لان انا نسيت الباسبور ديالي، هو اللي صرف وكان عطى النمره ديال التليفون ديالو، ومشيت بحالي اتصلوا به وقالوا له واش انت اللي كنتي هنا والسيد اللي كان معاك راه مشات له شي فلوس. يعني الامن المطلق وما كاينش شي حد، هذا الشيء نادرا ان تجده، يتعين الاعتراف به بهذا الامر. وبالتالي كان حقيقه يعني غنقول لهذوك اللي كانوا كينتقدوا اساسا الغربيين، ربما ان هذه النتيجه النهائيه خيبت الامل ديالهم، خيبت الانتظارات ديالهم، لان لاحظ معايا بانهم ساكتين. دابا غيبداو يخرجوا لنا شي امور. حتى موضوع منع الكحول يعني في الملاعب كان اشادت به يعني وسائل الاعلام يعني بريطانيا يعني بشكل طبيعي. بشكل طبيعي. والحمد لله طوميو انه، ولكن خارج هذا الشيء هذا الامور اللي كان باغي يدير شي حاجه كيمشي يديرها كما يريد. ربما نقولوا شويه الغلاء، ربما كان هذا الموضوع فنادق الاكل مطروح، الفنادق الاكل، ولكن كل واحد حسب امكانياته. كان يمكن لك تجلس في خيام وتاكل الساندويتش، وبالنسبه للي عندهم كان يمكن له يمشي للمطعم ويجلس في فندق من الفنادق الفاخره. لكن الامر كان، المساله كانت مكلفه، هذا 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 فعلا كان موجود. لكن انا ما سمعتش شي حد بيت في الزنقه او شي حد كان يعني متشرد او حتى من الجمهور المغربي وقعوا بعض المشاكل في النقل، نعلم ذلك. هذا الجانب مغربي مغربي اساسا، ربما حسب المسؤولين يعني الطائرات اللي تم، الطائرات اللي كانت اللي تلغات وبعض المشاكل، وثم المشاكل ديال التذاكر اللي كذلك يتعين ان نتساءل، واتمنى ان يتم توضيح ماذا جرى بالضبط بالنسبه لهذا الامر. لان انا شخصيا ما عانيتش انا، ولكن عانيت بحكم طبيعتي، لانه كانوا عدد من الناس يتوجهون الي في فنادق في مطاعم في الشارع كيقولوا السينما الله يخليك واش كاين شي تذكره، بالالاف ديال المواطنين المغاربه اللي كانوا كيقلبوا على التذكره ساعه قدر الامكان في حدود الممكن، لكن ما يمكنلكش تجاوب على طلبات. وبالتالي هذا المشكل كان اللي استغل الفرصه يتاجر في هذه التذاكر. يبدو ان كانت بعض الممارسات اللي يتعين ان البحث يتم في شانها وان يتم اتخاذ القرارات الصائبه على هذا المستوى. المواطنات والمواطنين والشبان والشابات والاطفال كانوا جايين في الطائرات اللي طلقات ومساكن اصابتهم خيبه الامل لان ما جاوش، ما تقدروش يجيو. ولكن عموما يعني تم استدراك ذلك حتى على مستوى الرجوع. في الرجوع في نهايه المطاف كان تخوف من انه اللي غيبقاو تما كي غيديروا باش يرجعوا، لكن يبدو انه تم معالجه الموضوع، رغم ان في الليله اللي رجعت فيها انا عاوتاني تم الغاء واحد الطائره ولا جوج لاسباب مرتبطه كذلك بالتناغم مع الخطوط، مع الامكانيات الجويه ديال قطر. لان ما كناش غير بوحدنا، وكانت جميع الدول وجميع الشعوب الموجوده وجميع الجماهير تريد ان تغادر. ولكن مع ذلك هذا الشيء كله تم تدبيره في النهايه بشكل يمكن نعتبره انه لائق. شكرا سي نبي. سؤال اخير، بغيت نعرف شنو هي اللحظه اللي عشتيها في هذه التجربه ديالك في قطر واللي غتبقى في الذاكره ديالك اللي اثرت فيك بزاف؟ بشكل كبير. هي اللحظه ديال التاهل الى نصف النهائي. البرتغال مقابل البرتغال. سمح لي نقول لك انا خرجت على عقلي.
انا وليت كنغوت بوحدي في ديك سميتو، الناس كتشوفني انا كثير من المغاربه كنقول لهم هادشي لا طلع راني بحالي بحالكم مغربي، راه كنقول لهم راه الدومي فينال هادي، راه نصف النهائي ديال كاس العالم. ما كنتش متوقعين هادشي. راه 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 الحماق هذا كنقول مع راسي، راه الحماق هذا. راه كنت في واحد الحاله حقيقه اللي جعلت انه فرحه، وكنتصل بالتليفون، كانت بنتي وهي البنت الوحيده اللي عندي، وكانت باغا تجي ولكن المدرسه وكذا، وبالتالي كنهضر معاها في التليفون وهي كتضرب الفرحه كذلك، وكنقول لها راه يعني كانت فرحه عارمه اللي جعلت انه حقيقه عشنا لحظات اللي لم تكن منتظره بالطبع، ولكن صبحت جميع الابواب مفتوحه. وهذه جميع الابواب مفتوحه، اسمح لي نختم بهذا الامر، يتعين حقيقه ان نستغل هذا الامر. هذا شعب من خلال كره القدم، كتبقى كرة القدم، كتبقى رياضة، ولكن هذا دليل على أنه حشد العزائم وحشد الهمم وزرع الروح الوطنية مسألة ممكنة بالنسبة لشعبنا. شريطة أن يكون هناك مشروع، أن يكون هناك هدف معبئ اللي كنتمنى أنه في الفضاء السياسي نوجدوه، وأننا كما يقول اصحاب الرجبي، واننا كنتكلموا على الكره، ترانسفورمي لي سي، بمعنى اننا نحول هذه النتيجه الى تقدم. شكرا جزيلا سي نبيل عبد الله، شكرا متتبعي موقع اليوم 24 في هذا اللقاء الخاص مع سيدنا نبيل عبد الله عن تجربته في مونديال قطر، والى لقاء اخر ان شاء الله.